اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره من الحلقات اللي زي دي. الحقيقه انا بستمتع بيها جدا 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 لما يبقى معايا شباب صغير وخارج من النادي الاهلي وطالع لاوروبا. ليه؟ لانه الشكل اللي بيمشي بيه او الاسلوب اللي بيتحرك بيه النادي الاهلي خلال السنتين اللي فاتوا دول هيبان لحضراتكم من خلال تواجد هؤلاء النجوم. هم نجوم صغيرين ولكن ان شاء الله يكون لهم تاثير كبير جدا جدا سواء بره مصر او ان شاء الله لو رجعوا على ناديهم النادي الام النادي الاهلي هيبقى تاثيرهم كبير جدا جدا. خلوني ارحب بضيوف حضراتكم النهارده. محمد مغربي، ازيك يا محمد؟ حضرتك يا كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. كله كويس والف مبروك. يعني بنعتبر ان انت وجودك في التشيك خلال الفتره الجايه في هذا النادي اعتقد ان هو شيء جيد جدا. طبعا يعني فرصه كبيره للتطور، بالذات ان هو الدوري التشيكي دوري قوي، يعني فرصه بالذات في الناحيه البدنيه ان هي تعلى بدنيا وجسمانيا بشكل رهيب. يعني هناك احتكاك قوي جدا هيجهزنا ان شاء الله ان احنا نرجع بعد كده للنادي الاهلي نبقى يعني واخدين مكاننا سواء اساسيين او موجودين مع الفرقه في الدرجه الاولى ان شاء الله. هاخد منك التفاصيل ولكن خلوني برضو ارحب بمحمد ياسر. ازيك يا محمد؟ ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. الحمد لله الحمد لله. اعتقد ان انت مبسوط بالخطوه دي، خطوه جديده. يعني انت جاي من شربين مظبوط؟ فمن شربين للنادي الاهلي للتشيك حاجه كويسه. طبعا حاجه كويسه ان كل بيئه بتختلف عن الثانيه. يعني الامكانيات في شربين مختلفه عن الاهلي طبعا، والوقت يعني نطلع عارة لاوروبا دي حاجه كويسه، وباذن الله نقدر نثبت نفسنا ونرجع النادي تاني يا رب ان شاء الله. ياسر برضو بحاول بقى مغربي وياسر، يعني عشان محمد هنقعد نقول محمد معاه. فخليني ابدا بيك يا مغربي، وهي يعني حياتك ازاي؟ لانه الاثنين مختلفين في حاجات كتير. مغربي طول عمره في النادي من هو صغير، كان بيلعب في اكاديميه النادي الاهلي من وانت صغير وتدرج لغايه لما وصل اللي حضراتكم شايفينه. على الجانب الاخر محمد ياسر من اللاعبين اللي اشتراه من النادي الاهلي من 3 سنين او من 4 سنين من الكشافين اللي احنا بنتكلم عنه. ف مثالين مختلفين في حاجات كتيره جدا. فمغربي اعتقد ان انت وجودك في النادي الاهلي من زمان جدا، يعني من يعني تقريبا انا بدات في الاكاديميه النادي الاهلي في 6 اكتوبر هنا سنه 2007. كان ساعتها كان عندي 6 سنين، دي كانت بدايتي مع النادي الاهلي. بعد كده لعبت في الاكاديميه لمده سنتين، كنت بتصعد مع الفرقه الاكبر دايما. كنت دخلت اختبارات الناشئين قبل ما فرقه ال 2001 اللي هي فرقتي تتعمل مع مواليد 2000. ساعتها اختاروني وقالوا لي مين اللي اختارك في الاكاديميه؟ ساعتها كان كابتن عصام صلاح كان بيتفرج، هو كان هيبقى السنه الجايه هو مدرب ال 2001. هو كان بيتفرج يشوف اللعيبه ال 2001، فهو اتفرج وشافني قال لي انت لعيب كويس وهتكمل سنه مع ال 2000 وتبدا من السنه الجايه تتأيد مع فرقتك اللي هي ال 2001. وبس وكملت السنه مع فرقتك. وده التطور الطبيعي اعتقد، بمعنى ان انت ايه اكاديميه وبعد الاكاديميه فريق ناشئين في النادي الاهلي وبعد كده فريق اول، وبعد الفريق الاول بيجي لك فرصه ان انت يتم اعارتك. اعتقد ده التطور الطبيعي بتاع اللاعب الكويس. مظبوط الحمد لله، يعني هو خطوات الحمد لله الواحد عدى عليها كلها. وبرضه الواحد كان محظوظ ان هي الفرصه في الفريق الاول جات له في وقت زي ده، اللي هي فجاه من ناشئين كده الموضوع كسر رابطه يتعمل. طبعا كانت فرصه كويسه لكل قطاع ان هو يطلع يثبت امكانياته، وحتى شفنا لعيبه كتير كويسين. وبعدها الحمد لله برضه جات لي فرصه، دي كان من حسن حظي يعني في كاس العالم، بشكر عليها طبعا الجهاز الفني ومستر موسيماني وكابتن سامي قمصان وكابتن سعد عبد الحفيظ، ان هم كانوا واثقين فيا ان انا العب على طول كده بطوله كبيره زي كاس العالم. كبير كمان بالظبط. تمام محمد، برضو اروح للجانب الاخر. انت النادي الاهلي اشتراك ب 80,000 جنيه على ما اعتقد بالزبط. من شربين. من شربين. اشرح لنا الموقف كان ازاي والدنيا ازاي ومشت ازاي والامور مشيت ازاي. هو انا كنت بلعب مباراه ففي سمسار لعيبه اتفرج عليا فجاب لي قال لي انا ممكن اوديك عرضين، كان جايب لي الاهلي والزمالك. اوكي. فهو كلم والدي فوالدي قال له على طول اختار الاهلي. فروحت اختبارات مع كابتن احمد سراج قعدت اسبوعين وبعد كده النادي اتحرك يعني وخدوني من هناك من شربين. وجابوك. بالظبط. ومن ساعتها بقى بتلعب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اعتقد فارق كبير، ووالدك اختار الاهلي اهلاويه، يعني البيت عندكم كله اهلاويه فعشان كده اخترتوا النادي الاهلي. بالظبط. مظبوط مظبوط. طيب
قطاع الناشئين والفارق اللي انت كنت بتقوله ما بين النادي الاهلي وما بين اي قطاع ناشئين اخر؟ طبعا النادي الاهلي غير اي نادي في مصر عامه ومن احسن نوادي في افريقيا. ويعني الواحد كان هناك في شربين كان عايش حياه ثانيه، ولما راح النادي شاف اجواء كثيره ومختلفه عن اللي كان في هناك في شربين. ايه هي الاجواء؟ الناس بتحب تسمع الاجواء يعني في شربين. طبعا طبعا الامور مختلفه عن النادي الاهلي وقطاع الناشئين هنا غير قطاع الناشئين هنا بالزبط. وكل ده، ولكن الناس بتحب تسمع الحكاوي دي والامور دي، لان انت في يوم من الايام لما تبقى موجود وتبقى نجم في النادي الاهلي وتبقى لاعب كبير في الفريق الاول او بتلعب في اوروبا، الناس كلها هتشاور على زي محمد صلاح كده. محمد صلاح ما بيجي يتكلم بنتكلم على نجريك، مش بنتكلم معاه على مقاولين اكتر يعني. بالزبط. هو لما كنت في شربين كان الالتزام يعني ما كانش زي ما جيت النادي الاهلي. وهنا جيت القاهره يعني بعيد عن اهلي واصحابي وكل الناس يعني، وبس هو ده الفرق. ان انت هنا قاعد مع متغرب عنه. بس النادي الاهلي اعتقد ما عاملين اصحابك بقى، بتقعدوا مع بعض وكلكم قاعدين مع بعض كنا قاعد في الاستراحه. نعم، في استراحه النادي. اما الاستراحه دي خلي بالك دلوقتي، الاستراحه دي زمان كانت امور تانية خالص. دلوقتي الوضع اختلف بقى افضل بكتير جدا جدا. تطور الايام، التطور الدائم اللي بيعمله النادي الاهلي خلال هذه الفتره في قطاع الناشئين. طيب مغربي، انت لعبت في فتره صعبه جدا في كاس الرابطه زي ما كنت بتتكلم، ولعبت في كاس العالم للانديه. كاس الرابطه اعتقد ان هي فرصه كانت كبيره جدا لكل الناشئين اللي موجودين. طبعا كلام مظبوط كابتن اسلام، يعني الموضوع كان في كاس الرابطه. بس كنت مصدق الكلام ده يعني انت بتلعب والله يعني هو في طبعا في الاول يعني في كاس الرابطه بطوله ما اتعملت يعني، ممكن يكون معظمنا برده احنا كنا ساعتها يعني، انا كنت قبلها ما كنتش حتى موجود، كنت بطلع اتمرن وانزل، بس كنت ساعتها قبلها على طول في الوقت ده كنت في القطاع تحت. فاحنا ما كناش نسمع لسه، مش عارفين ايه موضوع كاس الرابطه يعني، ما عرفناش موضوع كاس الرابطه غير قبل تقريبا اول ماتش اللي هو الجونه. تم تصعيد كذا لعيب قبل الماتش تقريبا باربع ايام. بدانا نتمرن، لقينا مستر موسيماني بدا يحط التشكيل اللي هو التراي ماتش، يعمل تكتيك وكده، وحطت مجموعه كبيره من الناشئين. فاحنا بدانا نستغرب هو في ايه، وكده بدانا بقى نفهم ده بجد ولا بدانا نفهم اللي هو البطوله دي معموله ان هو عشان نبدا نشوف اللعيبه الصغيره. وطبعا كلنا كان في دماغنا ان هي يعني مفيش وقت ان احنا لسه نلعب ونتخض او نحس ان هو نصدق الموضوع وما نصدقوش، هي فرصه انت لازم تمسك فيها وتثبت للناس ان انت قدم مسؤوليه وقد تيشيرت النادي الاهلي. بس انت ما كنتش بتلعب ستوبر، كنت بتلعب باك ليفت الاول. ايه القصه في اللفه دي؟ انا كنت بلعب باك ليفت لحد من اربع سنين. اوكي. جاي كابتن محمد شرف كان هو ساعتها مدرب فرقه ال 2001، قرر ان هو كان بيلعب بخطه 3 ورا، بس هو كان بيلعبها بطريقه هجوميه شويه، كان بيلعب بسرد باك يعني الثلاثه اللي ورا مش ثلاثه مساكين، كان بيلعب بسرد باك وباك يمين وباك شمال، كان بيدي حريه للاثنين المساكين اللي هم على الجناب بيهاجموا كانهم باكات، بيثبت بس الثابت اللي في النص. فجاه حصل ظروف اصابه وكده، الفرقه ساعتها المساكين اللي كانوا موجودين او السرد باكات كان حصل اصابات ليهم. فمقرر ساعتها كابتن شرف كان عندنا ماتش خلاص في الدوري، فمفيش حد يلعب سيرد باك، فجربني في ماتش ودي. شاف ان انا كويس، وبعد كده قام سايبني العب، شاف الدنيا ماشيه كويس. بعدها في نفس الموسم ده ساعتها كان عندي 16 سنه، اتصعدت للدرجه الاولى مع كابتن حسام البدري. كان في ماتش ودي، من بعدها خلاص بقت هو مركزي الاساسي بيبقى سيرد باك. طيب على الجانب الاخر برضو، انت سجلت اعتقد 30 هدف في ثلاث مواسم. في ثلاث مواسم يعني، اشرح لنا برضو اسباب التالق والاهداف الكتيره اللي انت جبتها دي جت منين؟ هو طبعا كل ده بفضل ربنا اولا طبعا، وبعدين بفضل المدربين اولهم كابتن احمد سراج لان هو اللي دخلني النادي، وبقيه المدربين يعني كنت ملتزم معاهم وبسجل. التسجيل صعب برضو، ان انت تحرز اهداف ده صعب جدا. قطاع ناشئين بقى فريق، او طبعا الفريق الاول ده شكل مختلف، لكن انا بتكلم على قطاع الناشئين، اعتقد ان التسجيل بيبقى صعب جدا. شعورك باول هدف انت احرزته بقى في النادي الاهلي كان ايه؟ ده كان حلم بالنسبه لي، حتى برضو لما طلعت مع الفريق الاول يعني كل ده عدى في ثانيه، كل حاجه بتحصل في ثانيه ربنا بيجيبها في الوقت المناسب. الحمد لله صبرت والحمد لله شاركت مع الفريق الاول وسجلت هدف بس اتلغى الحمد لله. سجلت هدف في المقاولين، ايه اللي حصل؟ اشرح لنا ايه اللي حصل. انا نزلت اخر ثلث ساعه من المباراه، فكابتن مستر موسيماني اتكلم معايا قال لي انك عاوزك تلعب على الجون كتير،
فنزلت ولعبت كويس زي ما هو طلب مني وسجلت هدف بس طلعت اتلغى بسبب انه جه في ايدي. انه الهدف اللي هو جه في ايدك. طيب موسيماني كان بيتكلم معاك ازاي وبيقول لكم ايه؟ يعني انا عايز اسمع منكم انتوا الاثنين، هو موسيماني كان بيقول لكم ايه وبيتكلم معاكم ازاي خصوصا بعد ما عرفتوا ان انتوا هتلعبوا؟ هو طبعا بعد ما يعني بعد ما اللي هو خلاص احنا عرفنا ان احنا هنلعب، هو بدا اللي هو برده كان عايز يحفظنا، كان الوقت ضيق يعني 4 ماتشات وبرده طريقه احنا ما بنلعبهاش في الناشئين اللي هي 3 ورا 3 4 3، فكان عايز يحفظنا التحركات باسرع طريقه ممكنه، فكان برده كان بيبقى فيه اللي هو شويه ضغط، بس اللي هي الضغط اللي هي في الاخر لمصلحتك، اللي هو بيحاول يحطك تحت ضغط ان انت لما تلعب الماتش تبقاش مخضوض، ويحاول يحفظك اكتر حاجات ويديك محاضرات عشان في الاخر تبقى انت يعني حافظ التحركات زيك زي اي حد بيلعب بالخطه بقاله كتير. فده كان في الاول. بعد كده جه قبل الماتش بدا يتكلم معانا بطريقه اللي هو تحفيزيه، ان هو لا انتوا لعيبه كويسه وانتوا لو مش كويسين ما كانش زمانكم موجودين دلوقتي، وبدا يدينا الثقه بشكل كبير جدا. وهو فعلا يعني نزلنا اول ماتش ما كناش حاسين ان احنا اقل من الفرق، كنا ساعتها ضد الجونه كناش حاسين ان مثلا احنا لسه لعيبه صغيره او ده اول ماتش لينا، مع انه كان اول ماتش لناس كتير. بالعكس هو كان مدينا الثقه الكامله. وانت يا ياسر؟ هو اول لما طلعنا الفريق الاول مستر موسيماني اتكلم معانا ان انتوا موجودين في المكان اللي تستحقوه، وان انكم هتلعبوا كاس الرابطه ومش عاوز حد يكون مضغوط وبس. وانتوا كنتوا بتحسوا بكده؟ كنتوا بتحسوا ان مفيش ضغط فعلا؟ ده حقيقي. كنا بننزل عادي اللي هو زينا زي لعيبه الفريق الاول. طيب مغربي برضو لعبت الفريق الاول معاك مجموعه كبيره جدا، معظمهم ما كانش موجود يمكن كان مع المنتخب، ولكن معاك اسماء كبيره جدا، يكفي ان انت معاك كابتن وليد سليمان، بقيه الاسماء اللي موجوده، اتعلمت منهم ايه وكانوا بيعملوا معاك ايه في وجودكم؟ لانه كانوا ناشئين كتير في الفتره دي. هو طبعا يعني مثلا زي ما حضرتك قلت كابتن وليد سليمان وجوده كان يعني جاي بفايده لاي ناشئ كان موجود، يعني احنا نقدر نقول ان احنا كابتن وليد سليمان وجوده هو كان اكتر حد اللي هو كان موجود معانا من الاول، عشان كمان برضو كان في يعني في ناس كتير طبعا ساعدونا، مثلا قفشه ساعدنا، كابتن وليد ساعدنا، كابتن علي معلول، يعني مش عايز انسى برضو حد، بس اللي هو يعني كان موجود معانا من الاول لحد الاخر كابتن وليد. هو طبعا موجود من اللي هو من الجيل اللي هو الذهبي زي ما بنقول، بس هو قدر ينقل لنا خبرات ومبادئ موجوده في النادي، يعلمنا اللي هو ازاي تبقى صح، يعني ده لازم تعمله. الكلام ده بيحصل حقيقي ولا احنا انت بتقوله عشان انت في شاشه قناه الاهلي؟ طبعا يعني كابتن وليد النصايح لما بيقعد يتكلم معانا بينقل لنا اللي هي الصوره اللي انت المفروض تعمل ايه عشان تبقى لعيب في النادي الاهلي، ازاي تكمل، ازاي اللي هو يعني ايه المبادئ اللي المفروض تبقى موجوده في دماغك ان انت ما ينفعش تعملهاش طالما انت عايز تنجح في النادي الاهلي او تنجح كلاعب كوره عامه. فطبعا يعني دي حاجه فادتنا بشكل كبير. تمام. وانت يا محمد؟ لما طلعنا الواحد كان مستغرب ان هم يعانونا كده، الواحد كان حاسس كان بيحسب بقى ان هو هيطلع محدش هيتكلم معانا، فلما طلعت فاستغربت انهم قريبين مننا وبيتكلموا معانا في كل صغيره وكبيره. مين كان اقربهم ليك يا محمد؟ او يعني اكتر حد بيتكلم معاك اقربهم بيصعبه؟ كابتن حسام حسن. حسام؟ عشان نفس المركز. نفس المركز. كان بيقول لك ايه حسام رغم ان هو عيني بيعاني، دي كان في الفتره دي تحديدا اصابه وبتاع، ف يعني يقول لي انت موجود هنا لانك تستحق المركز ده، وكلمنا على الاعاره برضو انها تبقى فرصه كويسه وبس. وانت مغربي مين كان القريب منك؟ كان في مثلا اول من اكتر اللعيبه اللي هي احتضنتني اول ما طلعت كان قفشه. قفشه كان دايما بيديني نصايح. يعني شخصيه جميله جدا، يعني اظن نصايحه من اكتر الحاجات اللي فادتني في الملعب. اللي هو مثلا قبل ماتش كاس العالم اتكلم معاه ان هو مالكش دعوه بالجمهور، عشان دي كان اول مره في حياتي اخد ليها تجربه ان انا العب وسط جمهور. مظبوط. هي الحمد لله يعني كنت متوقع ان انا ممكن ابقى قلقان في الاول، بس الحمد لله ده وكله ما حصلش. بالعكس كان ماتش صعب كمان وفي ظل غياب كبير من عدد كبير، انت 14 لاعب بيلعبوا. مظبوط. 14 لاعب من النادي الاهلي مش موجودين في هذه المباراه. بس وجود الجمهور انا حسيت ان هو اداني دافع اكتر، ان هو ما ينفعش الناس دي تروح متضايقه. مش ضغط عليك. بالعكس كان دافع بالنسبه لي لازم اطلع كل حاجه عندي، ان انا الناس دي ما ينفعش تروح متضايقه. وطبعا قفشه كانت لي نصايح اللي هو ركز العب لعبك، انت لعيب كويس، كان مديني الثقه اللي هو انت لعيب كويس، انت عندك شخصيه، ما تديش ودانك لحد، العب اللي انت شايفه صح، وان شاء الله يعني ربنا يكرمك وتعمل ماتش كويس. كنت قاعد او عرفت ان في قعده حصلت ما بينك وما بين موسيماني بعد نهايه هذه المباراه مونتري وفوز النادي الاهلي، وقال لك ان هو هيعتمد عليك الفتره اللي بعد كده. مظبوط. اتكلم معايا قال لي ان هو فخور بالاداء بتاعي، وان هو متفاجئ ان في سني قدرت يبقى ده اول ماتش ليا مهم او رئيسي وادي بالشكل ده،
اتكلم معاه قال لي ان هو الفتره الجايه ممكن يعني، قال لي انت شاركت في ماتش في كاس العالم دي خطوه كويسه جدا، قال لي برده مش عايزين نستعجل يعني ناخدها خطوات صغيره، قال لي الفتره الجايه هيبقى ليك دور موجود، هيبقى ليك دور مع الفريق طبعا، قال لي بس مش عايزين نستعجل، قال لي مش عايزك تتضايق لو مثلا ما لقيتش نفسك موجود. فاتكلمت طبعا اللي هو يعني شكرته ان هو يعني اعتمد عليا وكان واثق فيا هو كابتن سامي، واتكلمت قلت ان هو طبعا دي حاجه ما تضايقنيش يعني، انا مبسوط ان انا موجود مع الفرقه واهم حاجه ان نرجع بالميداليه ان شاء الله. الفتره دي برضو حصل تقارب شديد ما بين الناشئين وما بين لعيبه النادي الاهلي الكبار اللي موجودين. انا دايما لما باجي اتكلم بحاول اوصل للشباب اللي بيتفرج عليكم، انتوا لسه شباب زي بعض، فالشباب اللي بيتفرج عليكم عايزين يعرفوا هو الامثله اللي احنا بنقولها دايما في كلامنا في الاعلام اللي هو الاهلي بمن حضر ومبادئ الاهلي وتاريخ الاهلي واخلاق الاهلي، الحاجات دي حقيقيه ولا مجرد كلام بيتقال وخلاص؟ دي حقيقه فعلا. انا من ساعه ما دخلت النادي واحنا بنتربين ان احنا نلعب على اخر دقيقه، واهم حاجه عندنا الروح طبعا، بنلعب بروح 90 دقيقه كامله وبس زي ما انت قلت كده. طيب مغربي برضو في لقاء كاس العالم، اول مباراه بتلعبها في كاس العالم، يعني انا اتذكر ان اول مباراه اللي لعبتها في كاس العالم كنت مقلق، كنت قلقان. انت لما عرفت ان انت هتلعب فكرت في ايه؟ كان مين اللي بيقعد معاك في الاوضه الاول؟ كنت قاعد انا ومحمد اشرف اللي هو محمد اشرف برضو الناشئ. اه بس كان دايما الاقي مثلا اول ما عرفت ان انا هلعب، اول ما المحاضره اتقالت ان انا هلعب، قفشه كان دايما بيجي يقعد معايا في الاوضه اللي هو يتكلم معايا، يتكلم معايا اللي هو عشان يديني اللي هو الثقه، يديني يحسسني ان هو ما تقلقش من حاجه، انت لعيب كويس، كل الحاجات دي. طبعا اول ما عرفت في الاول حسيت اللي هو ده بجد يعني هلعب دلوقتي، اللي هو انا كنت لسه مثلا من شهر بلعب ماتشات في ملعب اربعه في الناشئين، دلوقتي هلعب في كاس العالم. فاللي هو طبعا في الاول اللي هو ايه جت مثلا خمس دقايق اول ما اتقال اسمي في المحاضره ان انا بادئ اللي هو مش مصدق. بس طبعا بقى كلام كابتن سيد عبد الحفيظ معايا وكابتن سامي قمصان ومستر موسيماني واللعيبه قفشه وكابتن وليد وكابتن علي معلول، يعني كل اللعيبه مش عايز انسى حد طبعا، وكابتن رامي وكابتن ياسر، ده حسسني ان هو يعني انا وسط فرقتي، مش مفيش حاجه اقلق منها، متاكد ان انا يعني وسط احسن لعيبه في افريقيا، حتى لو انا مثلا ما كنتش موفق هم يقدروا يشيلوني ويفوقوني في الملعب. بعد كده طبعا لما وصلت الملعب شفت الجمهور بدات احس اللي هو لا يعني في الاول اتخضيت، بس اول ما نزلت اسخن منظر الجمهور كان اول مره في حياتي اشوفه، انا بحب العب وسط جمهور. ده منظر خلاني ابتسم اللي هو اتبسط، اداني دفعه ان هو خلاص زي ما قلت لحضرتك، هو انا اخاف من ايه؟ هو انا اعمل اللي عليا والباقي كله على ربنا، ولازم ان انا انزل الملعب ما ينفعش اثر مجهود او اي حاجه، عشان ما ينفعش الناس دي كلها تيجي تشجعنا وترجع متضايقه. شفتش انت بقى لسه ال 120,000 لما يعني بنقولوا مجازا 120,000 الاستاد ده كان صغير شويه، كان 20,000 بس. لكن ال 120,000 دول بتقعد تسمع حاجات بقى وتشوف حاجات الدبدبه بس دي بتوديك في حته ثانيه، دبدبه الجمهور في المدرجات دي بتوديك في حته ثانيه خالص غير اللي انت بتتكلم فيها. لكن برضو يا محمد ياسر عايز برضو اسالك في الفتره اللي جايه، والتشيك بتفكر في الموضوع ازاي؟ خصوصا ان انت ولما شفت مغربي بالمناسبه وهو بيلعب في اول مباراه فكرت ازاي في كاس العالم؟ خليني اقول لك في كاس العالم انا كنت مبسوط طبعا وكان نفسي ان انا اكون موجود معاهم. بس جالي كورونا الفتره دي، وبالنسبه لموضوع السفر فده حلم ليا ان انا احترف بره، بس انا تحت امر النادي ساعه ما يطلبني اكون موجود مع النادي باذن الله. طيب ارجع مره ثانيه لقطاع الناشئين، بتتربوا على ايه وبيعلموكوا ايه في قطاع الناشئين في الاهلي؟ اللي انا عارفه مثلا ان انت ما خسرتش ولا مباراه من انديه اخرى، من انديه منافسه الزمالك وبيراميدز والكلام ده كله، عارف ان انت خدت كل البطولات اللي انت لعبت فيها تقريبا مع الفريق بتاعك، فالحاجات دي برضو عايزين نوصلها للناس. هو طيب يعني انت في النادي الاهلي بتتربى من وانت صغير على البطوله، يعني انت من ممكن من وانت في البراعم انت لازم، حتى اللي هو بنلعب لسه السته وجون والحاجات دي، انت لازم تتعب بطوله، ما ينفعش تتعادل ماتش، ما ينفعش تخسر ماتش، يعني التعادل زيه زي الخساره، انت بتلعب على المكسب حتى لو حسم الدوري. دي طبعا بتديك دايما احساس بالمسؤوليه. يعني دايما لما يقولوا ان هو شباب الاهلي او الاهلي بمن حضر، ده عشان هو الاهلي في الاخر بيتربى من اللعيبه، بتتربى من صغرهم على البطوله، مش مزبوط. على اي حاجه تانية. حتى لما طلعنا كاس الرابطه كان احنا لسه كان سننا صغير، بس احنا كنا بنلعب ان احنا نكسب مش ان احنا نتعادل او رغم انت بتلعب اسماء كبيره، الجونه، الاسماعيلي، المقاولين، كلها اسماء كبيره يعني، وكلها
يعني انت يكفي ان انت بتلعب بالضلع الثالث زي ما بيقولوا في كره القدم المصريه النادي الاسماعيلي. ياسر حسيت بايه بقى في الوقت ده؟ هي كانت رهبه الصراحه، بس هو كابتن مستر موسيماني حسسنا ان احنا زي لعيبه الفريق الاول زي ما قلت لك، وقال لنا نزلوا عادي الموضوع بسيط، انت النادي الاهلي انت واحنا نكسب باي 11 موجودين في الملعب. وده كان احساسك ولا ده كان مجرد كلام بيتقال؟ لا لا ده حقيقه فعلا. يعني انت كنت عايز تنزل نكسب الجونه ونكسب الاسماعيلي ونكسب المقاولين، ولا كنت نازل ان انا دافع وان انا شكلي حلو وان انا بلعب بالناشئين وخلاص؟ لا هو حتى التعليمات اللي هو قالها لنا ان احنا نازلين نكسب، مش نازلين لا تعادل ولا خساره. وقدرنا ان احنا نقضي فتره كويسه مع ما طلعنا من الفريق الاول. امبارح النادي الاهلي اتغلب من سان داونز، وده الحقيقه لم يكن متوقع، على الرغم من ان مثلا امبارح انت لو اتفرجت على المباراه نسب المباراه 70-30 للنادي الاهلي استحواذ. شفت المباراه دي ازاي؟ ويعني ايه اللي خلانا نخسر امبارح من وجهه نظرك؟ والله هو يعني الكوره في الاخر هي مكسب وخساره، يعني طبعًا. انت دايما بتجتهد على قد ما تقدر انك انت ما تخسرش، بس في الاخر وارد ان يحصل خساره. بس هو يعني الميزه او يعني زي ما نقول شخصيه النادي الاهلي ان هي خساره زي دي مش بتحبطك، هي بتفوقك. يعني متاكد ان شاء الله البطوله هتبقى برده موجوده في النادي الاهلي الماتشات الجايه، النادي هيقدر اللعيبه تقدر اللعيبه الرجاله تقدر تفوق ونكسب الماتشات اللي جايه كلها. فبالعكس فانا عندك اربع ماتشات من ثلاثه على ارضك. مظبوط بالظبط. فيعني انا شايف ان هي حصل خساره، بس خلاص يعني نفكر في يعني خلاص زي ما احنا لما بنكسب بنقفل الصفحه دي وبنركز في الماتش اللي بعده، نفس الكلام خساره نشوف ايه اخطائنا خلاص عرفناها نركز في الماتشات اللي بعد كده. ياسر برضو اسمع منك. هو زي ما المغربي كرة مكسب وخسارة، انت لا دايما هتكسب ولا تخسر. اكيد لازم لكل الجوات كأبوة، لازم تقع حبة وبعد كده تطلع تاني. وزي ما المغربي ان شاء الله البطولة تكون موجودة في النادي بإذن الله. طيب مغربي برضو كلمنا عن الإعارة بقى، يعني خلاص قطاع الناشئين وفريق اول والكلام ده كله، لكن اعاره والفتره القادمه وان شاء الله مسافرين يوم الجمعه اللي انا عارفه ان شاء الله. اشرح لنا ايه الموضوع ومشي ازاي ومين اللي بلغكم الكابتن ودور الكابتن خالد بيبو ومستر بروكيتش وايضا امير توفيق. طبعا يعني الموضوع كله يعني كابتن خالد بيبو ليه طبعا دور كبير جدا، يعني ممكن تبقى الطفره حصلت كبيره جدا في قطاع الناشئين في اخر سنتين اللي هو كان موجود فيهم. دايما بيحاول يوفر لنا كل حاجه زيها زي الدرجه الاولى، ما يحسسش اللعيبه لاي حاجه ناقصاهم. حتى معسكراتي قعدنا في احسن فنادق، الملاعب بيحاول نحافظ على النجيل على قد ما نقدر، اللبس اللي بنستلمه بيحاول يسلمنا اللي هو اللبس زيه زي بتاع الدرجه الاولى. فدي طبعا حاجات كلها يعني من اخر سنتين كده اللي هو بيحصل زي تهيئه ان انت لعيب درجه اولى. طبعا برضو دوره مع مستر مايكل وكابتن امير توفيق طبعا ليهم دور كبير جدا ان هم يعملوا تخطيط ان انت تبقى اللعيبه بس مش بتطلع اعارات في مصر، يعني يبقى في فرصه ان انت تطلع بره مصر. فهم اتكلموا معايا كابتن مستر مايكل وكابتن خالد وكابتن امير ان انا من اللعيبه المرشحه ان انا اطلع اعاره بره مصر. الكلام ده كان من قبل كاس الرابطه. اوكي. وكان موجود طبعا مع بتعاون مع كابتن فراس علي وكابتن محمد الزيات، طبعا ليهم مجهود كبير جدا ان هم الوكلاء بتوعي وهم يعني ماسكين المشروع مع النادي الاهلي. ليهم دور كبير جدا، قدروا بعلاقاتهم ان هم يجيبوا فرص احتراف للعيبه كتير جدا. أوكي. ممكن نكون في ثلاث لعيبه طلعوا السنه اللي فاتت، ودلوقتي انا ومحمد ياسر جه الدور علينا. بس يعني ان شاء الله مسافرين الجمعه. ان شاء الله الجمعه وتشوف تبتدوا بقى، هل الدوري هتلعبوا قطاع ناشئين ولا هتلعبوا يعني لا درجه اولى طبعا. درجة أولى. يعني انا حتى ساعتها اتكلمت مع كابتن فراس علي قلت له لو مش فرصه ان انا العب درجه اولى او يعني فرقه تبقى بتلعب في الدوري الممتاز هناك ودرجه اولى، مش يعني انا بلعب في النادي الاهلي ما ينفعش ان انا لما اطلع على حته اطلع درجه ثانيه او اطلع ناشئين. فبس فهي هو الصراحه كابتن فراس وكابتن محمد زياد جابوا لنا فرصه كويسه جدا في نادي بيلعب دوري ممتاز في التشيك ودرجه اولى. وانت محمد نفس الكلام. بالظبط. يعني انتوا طالعين مع بعض في نفس النادي في نفس. طب كويس، يعني على الاقل تونسوا بعض عشان الغربه. طيب برضه بتفكر ازاي في الفتره اللي جايه؟ يعني انت من ثلاث سنين كنت في مكان ودلوقتي بقيت في مكان ثاني. هو زي ما قلت لحضرتك هو ده حلم بالنسبه لي، كل حاجه عدت في ثانيه. لا انت بقى كشخص او كلاعب كده عايز ابقى لعيب كبير وعايز ابقى بجيب اجوال، انا جبت 30 هدف في ثلاث سنين، بفكر في ايه الفتره اللي جايه؟ بالظبط انا بفكر ان انا اروح اثبت نفسي هناك وان انا ادي بمستوى كويس،
ودي ان شاء الله تكون فرصه ان انا ارجع النادي تاني او ان انا اكمل بره. والدك والدتك قالوا لك ايه لما عرفوا بقى؟ هم دول اكتر ناس فرحانين ليا في حياتي. ما عندهمش مشكله ان انت تسافر هتبعد؟ طبعا. ما عندهمش مشكله وانت مغربي؟ والدي يعني والدي طبعا يعني مبسوط ان هو شافني خطوه كويسه ليا هتحسني بطريقه طبعا كويسه جدا ان انا حتى كلام ما ارجع النادي ابقى مستوايا فارق. والدتي برضو يعني هما الاثنين مبسوطين بس والدتي برضو من جواها يعني متضايقه برضو قاعد هنا كده بالظبط وبالذات اصلا والدتي هي اهلاويه قوي فهي بالنسبه لها مش متخيله ان انا ازاي هلعب في نادي غير النادي الاهلي. لا والله يعني هي دي النقطه بالنسبه لها دي حاجه وبرضو حته ان هو انا هبقى بعيد هتبقى انت بعيد ما طبعا ان هم هي اللي مربياك وبقى وهي اللي مربياك فمخلياك يعني دايما طيب برضو ان انت تلعب في نادي في التشيك خطوه جيده ولكن مباريات صعبه او كمان اجواء مختلفه ومباريات صعبه وانا عرفت ان هو الراجل كان مستر مايكل اداكوا ماتشات عشان تتفرجوا عليها الفرقه اللي انتوا هتروحوا تلعبوها. مستر مايكل دايما واقف جنبنا وبعت لنا المباراه بتاع الفريق اللي احنا رايحينه وبيقول لنا ان الدوري هناك هيبقى بدني وقوه هتبقى عنيفه عنف في عنف شويه في عنف هيبقى في عنف كويس انت يعني ما انت بس هو اطول منك شويه فهي هو يمشي شويه في الموضوع هتخش تضرب وتعمل وبتاع. الماتشات اللي انت اتفرجت عليها ايه شفت الفرقه عامله ازاي؟ فرقه كويسه يعني هم المركز مركز كام؟ ال 12 المركز ال 12 في الدوري اوكي فعلا زي ما قال المستر مايكل اللعيبه هناك البدني بتاعها كويس والقوه الجسمانيه بتاعتهم كويسه. ربنا يكرمكم يا رب والامور تبقى كويسه ونشوفكم دايما وترجعوا النادي الاهلي واموركم تبقى افضل وافضل خلال الفتره الجايه. مغربي اخيرا لو عايز تقول اي حاجه لجمهور النادي الاهلي واسمع منك برضو محمد بعد مغربي. طبعا يعني بشكر جمهور النادي الاهلي على الدعم اللي حصل الفتره اللي فاتت يعني احنا ما كنتش متخيل ان الفتره القصيره دي يبقى في ده اللي هو الدعم والمسانده من الجمهور اللي هو الجمهور يبقى بيحبني يحصل علاقه اللي هو يعني في زي كده اللي هو شايفين يتكلموا ان انا مستقبل النادي دي طبعا شرف كبير ليا وبوعدهم ان شاء الله ان الفتره دي اشتغل هناك على نفسي ان انا اطور من نفسي ان شاء الله بعد كده لما ارجع النادي الاهلي اقدر ابقى سبب في بطولات اكتر للنادي الاهلي. ياسر بوجه طبعا التحيه لجمهور النادي الاهلي على مساندتهم ليا ووقفهم جنبي وباذن الله اوعدهم ان الفتره الجايه تبقى كويسه احسن من الفتره اللي فاتت. يا رب ان شاء الله ان شاء الله دايما تشرفونا وانا سعيد جدا جدا. عايز تقول حاجه اتفضل. عاوز بس اوجه تحيه لوالد ووالدتي طبعا لانهم اكثر ناس واقفين جنبي. هم دول الاساس حبيبي دول الاساس في كل حاجه. والدي ووالدتي واخواتي دول اكبر داعمين يعني العيله هي ليها دور كبير جدا لاي لعيب كوره يقدر يوصل لهدفه او ينجح. العيله اللي هي اللي بتخليك تركز في الكوره. طبعا العيله ده الدعم الاول والام والاب دول ربنا ياخدها لكم دايما ويفضلوا دايما في ظهركم كده ودايما نشوفكم متالقين ان شاء الله تشرفوا النادي الاهلي بره وتشرفوا اسامي نفسكم وترجعوا او تسافروا اوروبا ما حدش عارف يعني مين اللي ممكن يحصل. انا عارف ان التشيك هي بتبقى زي مزرعه تفريخ لاوروبا كلها وبالتالي ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل واعتقد ان النادي الاهلي لن يقف في امام مستقبل اي حد فيكم لانه النادي الاهلي هو اللي بيعمل دايما اسمائنا وهو دايما اللي بيخلينا نسافر التشيك ونسافر اوروبا ونبقى افضل وافضل خلال الفتره الجايه. انا بشكرك جدا يا مغربي وبالتوفيق ان شاء الله على الفتره اللي جايه دايما نبقى متابعينكم. طبعا بشكر حضرتك يا كابتن يعني كانت حاجه تبسطني كنت موجود النهارده مع حضرتك شرف كبير ليا. ربنا يخليك يا مغربي شكرا جزيلا. بشكرك جدا يا محمد ياسر على وجودك معانا وان شاء الله تبقى تشرف اسمك وتشرف اسم النادي الاهلي. شكرا حضرتك. انا بشكركم طبعا شكرا جزيلا. كان معانا طبعا محمد مغربي ومحمد ياسر زي ما حضراتكم شايفين امثله مختلفه متواجده في النادي الاهلي. واحد طول عمره في النادي الاهلي من الاكاديميه عشان لما بنقول لحضراتكم هذا الكلام وان الاكاديميه في النادي الاهلي هي اللي بتصعد للناشئين وبعد كده تبقى في الفريق الاول وبعد كده بتحترف كاعاره. محمد ياسر جايبينه العين الخبيره داخل النادي الاهلي هي اللي جابته خلته يبقى متواجد في النادي الاهلي ويحصل ويصل ان هو يبقى متواجد مع الفريق الاول ويؤدي بشكل جيد ويطلب في اعاره بره. امثله كبيره جدا وكثيره جدا زي ما حضراتكم شايفين ولسه الايام اللي جايه والفتره اللي جايه هنجد الحقيقه اشياء كثيره جدا بتحصل في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. انا بشكر طبعا كابتن خالد بيبو ومستر مايكل بروكيتش على هذا التطور الكبير والرائع ومن قبلهم الحقيقه لجنه تخطيط محترمه وعارفين هم بيعملوا ومن قبلهم طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. انا بشكر طبعا محمد مغربي ومحمد ياسر ولكن
هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنكمل فقرتنا الأخيرة النهاردة اللي هيكون معانا فيها إيشو وجيلبرتو، هيكونوا معانا على أو إيشو وجمال، أنا آسف كلهم إخواتنا يعني، إيشو وجمال هيكونوا معانا، هنتكلم عن مباراة امبارح، إيه اللي حصل في مباراة امبارح، وهنتكلم برضو عن المباريات القادمة للنادي الأهلي. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هيكون معانا دكتور محمد جمال وأحمد إيشو.